هل صحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الأرواح تتزاور وتتلاقى وأن الميت يعلم بالذي يزوره في قبره؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل وإلى إثبات. ابن القيم في كتاب الروح ذكر أشياء تحتاج إلى أدلة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أمور القبر من أمور الغيب، من أمور الغيب، لا بد من دليل صحيح. نعم.